أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيف أمور زهرة؟ بس ما يكون أول يوم صعب عليها. طبيعي يكون صعب عليها، بس أنا رح أكون عم أدعمها، رح ساوي كل شيء ضروري لتقدر تتأقلم. بيلين رح تساعدها كمان. مستحيل، بس لو شفتي كيف عم تتطلع فيها ما حبتها لزهرة بنوب. بتوقع هذا الشيء طبيعي، جيد زهرة كانت صدمة كبيرة لأولادنا وخاصة لبيلين، هي بسن المراهقة ما بدها حدا يشاركها بأبوها عم تغار. البنتين تقريبا بنفس العمر، بس كل واحدة منهم مختلفة عن التانية. بصراحة بيلين حساسة أكثر من غير بنات، ولهيك ما تعودت على هالوضع الجديد. الأفضل تطلع من التوتر اللي بالبيت. يمكن إذا راحت على حفلة عيد ميلاد رفيقتها ممكن هالشي يفيدها كتير. بهار، بيلين ارتكبت غلط، ضروري تتعاقب على هذا الشي لهالسبب. لازم تقعد وتفكر بغلطة، تمام؟ لا بعد حاكيني بهذا الموضوع. But they didn't find them. People in the town were very sad. تمام، رجعي لمقعدك. دور مين؟ رفيقتنا زهرة لسه ما قرت. ايه زهرة، بتحبي تقرأي آخر صفحة؟ هي بدها، بس خجلانة كتير. ايه يلا زهرة تعالي لنشوف. Possible to to play outdoor basketball. بكفي حاجة تضحكوا. تمام، مع الوقت بتتحسني، لا تشغلي بالك. أنا بيلين، أنا عن جد كتير بعتذر يا أنسي، بس صدقيني ما كان بدي أقرأ من البداية. بيلين، تعتذري فوراً من رفيقتك لأنك عرضتيها لهالموقف. بس يا أنسي، يلي ساويتي ما بيضحك أبداً، لازم تعتذري من رفيقتك فوراً. أنا آسفة. خلص تمام، رجعي عمقعدك لشوف.